السلام عليكم، هلا والله شباب، كيف الحال؟ شو اخباركم؟ طيبين ان شاء الله. اليوم يا جماعه الخير رجعنا لكم بمقطع جديد. اليوم ننزل فورتنايت كذا، مقطع خفيف لطيف جيمنج جميل، نرجع الماضي الجميل. خصصت هذا المقطع انه يكون مع رايد مشواح. خرب بيت الحقود ابو قلب اسود ابو ريحه، وقلت راح اسوي فيه مقلب قوي داخل هذا المقطع. ما ابغى اطول عليكم بوصف هذا المقطع، بس اتمنى حرفيا المقطع اليوم يعجبكم. واذا كنت تسمعني الان لا تنسى تضغط على لايك وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات لانه شيء مهم. لا والله العظيم بدي اتكلم جد، اشترك، لازم تشترك تضغط على اللايك لان هذا حرفيا يحفزني. لايك يا القلب، استمتع في المقطع. سلام. طيب رايد، التحدي راح يكون من قسمين. ممتاز. القسم شوف، والله اني انا ما ارتاح لك، معليش بحركاتك هذه، التحديات مره ما احبها ما ادري. والله صدقني الامور ايزي يا رايد، لا تصعب الموضوع ده. اسمع، خلينا نسمع التحدي. طيب اسمع التحدي، يلا. اول تحدي راح يكون كل شخص ينزل مدينه مختلفه. انت تنزل مدينه مختلفه، بما انك فتيت واسطوره تنزل مدينه مختلفه، وانا انزل مدينه مختلفه. تمام، تخليني لحالي، يذبحوني البوتات عادي. رايد شو، كل واحد ينزل مدينه مختلفه، اكثر كلز هو الشخص اللي راح يفوز. تمام، انت جبت واحد انا جبت اثنين، انا فزت عليك. تمام. ممتاز. ايه، عشان ما تقول ام بي وار ظالم، راح اعطيك راوند ثاني. الراوند الثاني راح يكون 1v1. وشو 1v1؟ انت حبيبي، انت تبي الناس تمغطني ويطون على بطني، بعدين ترجع انت توحد فيني وتزلط على بطني بعد. انت وش المقطع اللي جاي تسفل فيني وتمشي؟ والله يا رايد، ترى توني محاول ماوس كيبورد، موضوع ايزي. ايوه توني بقول الحين ممنوع تلعب كنترول ماوس كيبورد. ماوس كيبورد يب. فيلا جديد. في ناس يسوون ادت بسرعه. ايه لا يما ذولا والله بنزل معهم. وين تنزل رايد انت؟ انا شوف تنزل هنا، شوف ذي حلوه. تخسي. اسمع، انا بنزل هنا. لا الباص من هنا. هذه شو وضعها؟ دو يا ولد. يا ولد احس. بنزل. اوكي. انا بنزل هنا يمكن. لا لا هنا هنا هنا. انت تنزل هنا؟ جنب بيتي انا هنا. لا ما ابي اجل هنا، لا اجل انا بنزل هنا. والله اني احس الخريطه تكفت فهمات، ما ادري ليه. لا شو، لا لعبت شوي سفر. بالله يلا ديوار، انت من زمان ما لعبت معي فادري انك انت مستهين فيني. لا رايد، ترى لف لك اكثر مني. شوف كم لف لك، 57 34 اخر مره لعبت، وين متى؟ ما حد معي يا ولد الا الو. انا اشوف معاك واحد رايد بس. والله يب اشوف واحد بس. ربي يزيد باذن الله كذا بوتات يطلعون من تحت الارض. الديناصور ذا وش كبير؟ والله ما ادري. اي هذا ياكلون اكل ترى ويتحرك اتوقع. انا خليني اوكل نفسي لين قد اوكله. ايوه شلت الاول يا عمري. تخسي. يب. الله اكبر. ثاني. الله اكبر. يا عمري الثالث بكسته يا اخي قسم بالله. وضعك كويس رايد؟ ايوه ابلع ابلع. فترت ها بيوار؟ وش هو ذابح كم انت؟ هي دقيقة، انت شتبي جالس عندي؟ شتبي جاي عندي؟ ماني عندك، ماني عندك الخريطة بس مقربتك. كذاب والله انك عندي يا الخواف. خرب علي. خايف عليك والله. والله خايف عليك. كم ذابح انت من واحد؟ ذبحت واحد الحين. انا ذابح ثلاثة ترى معلق، انا ذابح ثلاثة. حبيبي ذابح واحد انا. اي طالع لي صفر صفر. الله اكبر. ما عليه بحطها مونتاج بوريك لقطاتي. والله احس رايد هناك مرتاح تاكي، عنده اسلحة وعنده بوتات. فيور وينك؟ بعيد عنك. ايش فيك الطير؟ طير عندي واحد. والله يلحقونك. والله يلحقونك. تعال عندي، تعال عندي رايد، تعال عندي. يما صايد، هذا عندي رصاص. اضرب ببنيت تضرب. رايد عندك رصاص، ما ادري ليه. بقفل عليك، انا بقفل عليك. تقفل علي ما بيدري يحسبني كل. في واحد فوق رايد انتبه. ها
21 وين وين وين؟ اعطيت ربع سبيل برقة برقة هلكم هلكم يا بوي دابع ثلاثة انا ها؟ ثلاثة يا بوي ايه وش دولة يحسبون ارينا دولة ادينا والله شوف يلحقونك يا ولد والله المكتم تخرب بيت الحقود ابو قلب اسود ابو ريحة هذا اللي يروح ارينا يطقعون سباي ودولة ويطلع حرته فينا ابو ريحة والله هذا ابو ريحة هذا ابو ريحة وسط يلاحقني هذا اللي ياكل من ماك ولا يغسل كذا وجهه كله دهن يقدر يلاحقني يلا 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 ضربت ابو ريحة رايد بحط دروباك يوم تقول خايف جاي عشان احميك الحين احط كذاب والله انك عندي يا الخوام خرب علي حبيبي انا ذابح ثلاثة انت صفر ها ثلاثة ذابح انا وش لي ثلاثة هذا انا يا ابوي يا ابوي انت معلق عندك رايد بتشوف المونتاج حبيبي صدع علي انت والله اني ذابح ثلاثة والله يا ابي من ذابح ثلاثة وانا ثلاثة متعدلين يب ايه اوكي اوكي يا رب يا رب روح حصص بيدمان يقولك شيء شيء تقول خلاص لا تحصص بيدمان ابشر ايوه مستحيل تدري ليش عشان يمديني اسبن والله قبل الناس تاخذ الدرهم والرايد الوحيد اللي ياخذه يزبن والله اسبن والله يا رب بيدمان يا الله يا كريم اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد الحمد لله لقيت والله لقيت اي والله اني لقيت ادري وش يا ابوي والله في احد جنب استغفر الله والله ما عاد عندي والله في تصوير في كل شيء يا ابوي ايش فيك والله شيء غريب متى رايد يدل في الماب استير طقطق علي اكثر مقطعك صح والله انت نزله افوز عليك اكتب رايد فاز علي وانا سبب احس ملوت رايد احس معك بيك شيلد ولا شربته لا 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 شربته يعني ام القاضي ضعف ثلاثة انا ما ادفع ام القاضي باقي باقي القادم اجمل وجهي حمر رايد اخذ ثلاثة انا لا مرض اجك صح رايد السمك ايش يسوي السمك بس ابي ناصر الحين مواجهة ممتازة جدا ها ايوه شلت واحد منهم دولة منهم دولة يطلقوا علي وش الايم هذا راح يا ساتر عندك احد رايد اي والله العظيم اصبر المنكتم تراني منكتم رب الكعبة اني منكتم وينك في وار؟ أنا بعيد بعيد عنك رايد شك جاي؟ أجيت بي؟ الحمد لله يا أبو ريحة آخ أبو ريحة طلع يلا يلا ما أتمنى لك توفيق يا رب يا رب يا رب يموت يا رب يموت باللعبة يا رب يا رب اي دكتورتي ما اتمنى اشوف فيك ابدا اي قفل علي اي رجع لي اي اي معرق اي اي تكفل يا رب ايوه 19 ايوه لا تكفل تكفل يا رب تكفل لا 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 بس عليك ها بس عليك باقي وان في وان باقي وان في وان يوم وطرتني قسم بالله
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نطلع الحين 1 في 1؟ ايه نطلع 1 في 1. تعال تعال. بدلت اتيام عشان ما نكون مع بعض. يلا ابدا. في بطني وجعني شوي والله العظيم. لا 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 صدقني. وين ما يصير كثير. ايه روح سيده بعدين يمين. سيده بعدين يمين. ايه. وين الله يا اصبر. يا يا ابو ريحه اصبر. اصبر. هاي في ور والله لدي عليك والله. انا اختفيت. اصبر اصبر يا غشاش. روح يمين ادخل غرفه. ما تدخل غرفه دمجتني. يلا نبدأ رايد. يا عمري كيوت. يلا يلا سبيك. وينك؟ والله يوفق. وين قوتك ذي قبل شوي بالبابليك؟ ما كنت بركز. انا بركز انا بركز انا بلا قهر. قال لك اذا ربطت الربطه هذه يا رايد صدقني. وينك رايد؟ ما ادري والله. وينك رايد؟ انا هنا انا هنا انا هنا انا هنا. طيب والله لخلطك خل. يا طقهان مشواه رب الكعبه. بسم الله الرحمن الرحيم. 2-1 تذكري النتيجه. يلا الفوز بالخمسه رايد. الفوز بالخمسه. ايه الفوز بالخمسه. ما عندي مشكله. ما عندي مشكله. بس يلا طيب تعال تعال. علق اقطع ام القهر. علق بلعب معك من ورا الباب. يلا رايد مسوي جليتشات قل لي. لا والله ما سويت. لا لا والله 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 ربي ربي عرف. القم بس القم. 3-1 يا رايد. 3-1 رايدك حيلك. الله يرحم والديك. شد حيلك. متغيب ورا الباب يا طقعان. متغيب. والله والله متقبل الباب. والله هي يطلع. والله والله نعلق. والله والله زين بلعب بهذا. تدقم دور اسم جي قصدك. ايه تبي تخلط. يا استواح تبي تخلط صح؟ يلا. ايه كل واحد يخلي بي صح؟ كل واحد يختار الشد قال لي بي. ايه اختار اختار لي بي. يلا يلا بسم الله. طيب نلعبون في 1 سراي. ايوه كذا يلا. يما يما بدا ذا بدون ما يستاثر بالذين. ايوه يا ابوي اجل. ايش رايد؟ رايد؟ ابوي انا وين؟ تصبيني نفس قبل. الو والله ما كان كذا. يما شكلي بسحب قرار اسوي ليف. ايه تعال والله ما تسوي ليف. اطلب اليابي ترى قلته. كسر اطفال مريض. ايوه نسيت هذا صح؟ ايوه والله نسيت. ليه رايد ليه؟ والله ما ندري ليه صراحه. نزل من الذين نزل يكسر والعيد. طيب طيب خذ خذ. اخ القهر. باقي راوند. والله ثاني كيف قهر قسما بالله. ترى هذا ديك كيف قهر مشتك شوي جوا يعني شو كذا. يما يخوف الشدقة. دقيقة ما يما بيموت بضحك. ليه يكسر ليه؟ الله ينوريك. بسم الله تفعيل خيار سباي يعني عارف العب مرة. ها يا
يا با يا با يا ربي يا ربي دمي سبا دمي سبا زال والله ما تمشي وانا ولا دشوه اي لا لا دشوه تغلط باب من لا افتح الباب بسم الله اذا ما تفتحوا الباب اذا اخر ذبحه لي وافوز عليك عديت انزل ليه لا عشان اجرك وخليك تنزل وارجع فوق طيب والله ما ودي اسب والله ما ودي اسب قسما بالله طف الكام طف الكام قهر والله قهر رايد ابيك تسامحني بشيء تمام ليه سامك بوشو الماب اللي قبله ترى كنت حاط دبل دمج خسي ترى اطلق عليك دمجك 200 كذاب المهم جي جي يا رايد انا قوي لانك طقعان طقعان يا حيوان طقعان ما تقدر علي تغير لعبي يما والله تعرف تلعب بصعوب ظل القهر سبحان الله عشان كذا علق عليك اي والله اقول ربي ايش ضر الله يا رب يا الله ولك الحمد بس انه يعني قهر طيب اسمع اسمعني واحد واحد الفاصل بمقطع ثاني باذن الله ولكن برا فورت ايه انسى تفوز برا فورت جوا فورت ترى هذه فاصله ترى معليش لا تسولف عنك ما انت فزت ما فزت واحد واحد فزت عليك بوبليك فزت علي هذه بقى فاصله متى مقطع الجاي باذن الله مقطع ثاني وربك قبل اوطى على بطنك قدام متابعينك الكرام ولا تنسون اللايك والاشتراك الاشتراك اهم شيء اذا ما اشترك اي واحد يشترك يا رب يدخله الجنه يا رب دخله الجنه يا رب فاشتركوا يا جماعه الخير يعطيك العافيه فيوار ان شاء الله اني كنت طيب خفيف لطيف عليكم وبكون ثقيل بالحلقات القادمه يلا الله يستر عليك حبيبي يعطيك العافيه فيوار